السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة عبارة عن أمثلة على معادلة شرودنجر، أمثلة بسيطة. المرة الماضية بينا أنه أسهل شيء أن يكون في عندنا محصلة القوة أو القوة على جسم تساوي الصفر، ولقينا لها هذه أنه ممكن يكون البوتنشال يساوي الصفر، وأخذنا عليها مثال نكون البوتنشال يساوي الصفر في منطقة ما بين الصفر وال، وسمينا بوتنشال وال. وأوجدنا له مستويات الطاقة ولقينا هذه الطاقة مكممة. أيضا ممكن يكون عندنا V تساوي الثابت، وعليها أمثلة كثيرة. اليوم راح نعطي مثالين بسيطات. المثال الأول بدنا نعتبر أنه في عندنا تنشل يسموه بارير على شكل ستيب، بحيث أنه هذه رسمة V مع X، و V دائما عبارة عن مقدار ثابت مقداره V نوت، ولكن هذا الفي بيمتد الى ما لا نهايه. يعني اذا بنعرف في اوف اكس فهي اما انها الصفر اذا كان اكس اقل من الصفر، او عباره عن في نوت اذا كان اكس اكبر من الصفر. طبعا اذا بدنا نشوف الجسم له طاقه معينه، ممكن هذا الجسم يكون له طاقة معينة بهذا الشكل E، بحيث ممكن تكون في عندنا حالة ان يكون له طاقة اقل من V نوت، او ممكن يكون جسم هذا الE اللي له الحالة الثانية، بحيث ان يكون E اكبر من V نوت. طبعا احنا دائما نتعامل مع الجسم كموجة، هذا علم الكوانتم ميكانكس. فبالتالي لو اخذنا مثلا الحالة الاولى واعتبرنا هذا الجسم اللي له موجة، لما يصل الى هذه النقطة جزء ممكن انه يدخل لان هو موجة، وجزء انه يرتد. فخلينا نكتب معادلة شرودنجر في كل منطقة. معادلة شرودنجر كتبناها اللي هي عبارة عن ماينس اتش بار سكوير اوفر 2 ام دي سكوير ساي باي دي اكس سكوير زائد V of X بساي يساوي E على بساي. نقدر نكتبها نضرب المقدار كله في 2ME على اعتبار تربيع، ونخليها كلياتهم بجهة واحدة، بيطلع عندنا بساي دبل برايم اللي هي مشتقة بساي بالنسبة لX مرتين، زائد E ناقص V of X على بساي يساوي زيرو. طبعا اذا بدنا نحل في حالة انه X اقل من الصفر، عندنا يعني في هذه المنطقة في عندنا البوتنشال يساوي الصفر، فعندنا بساي دبل برايم زائد أنا هنا آسف، هاي مضروبة في 2ME 2M over اتش بار سكوير بصير زائد، خلينا نقول عنها K سكوير على بساي يساوي الصفر، إذا حيث هنا K سكوير اللي هي عبارة عن 2ME على اتش بار سكوير. وفي حالة أن يكون X أكبر من الصفر، عندنا بساي دبل برايم زائد
2m over اشبار سكوير في e ناقص v نوت. فهي كلها نسميها k برايم سكوير لانها ثابت يساوي الصفر. ولما نقول e minus v نوت تطلع هذه الاي اقل من v نوت فبالتالي هذه السالبة. حيث k برايم سكوير اللي هي عبارة عن 2m over h bar سكوير في v نوت minus e، هذا مقدار موجب. وإذا بدنا نحل فالمعادلة الأولى تعطينا اللي هي ساي دبل برايم زائد كي سكوير ساي إيكوال زيرو، هذه حلها. بدنا نحط حل مختلف، احنا يعني صح الحل ساين وكوساين أو إيكو أي إكس، بقدر أقول إنه مثلا ساي أوف إكس هو ثابت في اي قوة اي كي اكس مثل ما تعلمتوا في فيزياء رياضية واحد، زائد بي في اي تو ماينس اي كي اكس. والحل المعادلة الثانية بساي دبل برايم ناقص كي برايم سكوير بساي ايكوال زيرو، هذه حلها بساي اوف اكس يساوي ثابت في اي قوة ماينس كي برايم اكس زائد ثابت في اي قوة كي برايم اكس. حيث خلينا نحطها مرة ثانية، هذه في نوت وهذا الاي هذا البارتكل جزء منه قاعد بنفذ وجزء منه قاعد بتحرك برجع لورا. فاحنا بنقدر نكون اذكياء شوية، بنقول مثلا الحل في هذه المنطقة اللي هي اي اللي عندها في تساوي زيرو، هذا الحل الاول. وهنا هذا المنطقة الثانية واللي هنا بقدر اكتب بساي اي انها عبارة عن موجة قاعد بتمشي وجزء منها قاعد برتد، فهي هي عبارة عن E لليمين E قوة I K X وجزء قاعد برجع لورا زائد هذا البرتد، نقول الفاكتور إلو R كأنه هاي بصاي كلياتها قسمت على A يعني مش الشيء العظيم في E to minus I K X. أيضا هذه الثانية عندنا إذا بدنا نيجي نفكر فيها شوية، الاقتران لازم يكون فاينايت أو ساي يجب أن تؤول إلى الزيرو، ساي goes to zero عندما x تؤول إلى الملانهاية. طبعا عند x الملانهاية معناها احنا نتحدث بهذه المنطقة اللي فيها في نوت، يعني اللي هي متحدث عن هذا الحل، ولكن بعرف انه اكس تؤول الى ما لا نهايه، اي قوه كي في ما لا نهايه ما لا نهايه، فاني مجبر ان نحط دي تساوي صفر، فكانه بس في عندنا جزء دخل منها، فبصير في عندنا بساي 2 نقدر نكتبها كالتالي انها عباره عن ثابت، هذا الثابت خلينا نسميه تي في اي هو ماينس كي برايم في اكس، واضح انه قاعد تتخامد هذه الموجة داخل هذا البوتنشال. هسا الشروط الحدية، احنا بنعرف المعادلة بسيطة بالحالتين، سواء هاي المعادلة اولا بساي يجب انها تكون كونتينيوس، فبساي اي عند الزيرو يساوي بساي دبل اي عند الزيرو، يعني مش معقول هذه تكون الموجة وفجأة راحت محل ثاني، بده يكون متصل. أيضا إذا بكامل هذه المعادلة أو هاي المعادلة بغض النظر هنا لأنه في عبارة عن ثابت، إذا بنكامل بنلاقي مش تكامل بساي دبل برايم بساي برايم
على منطقة حول الزيرو. يعني لو نقول مثلا التكامل في عندنا معادلة معادلة بساي، معادلة شرودنجر اللي هي بساي دبل برايم زائد 2m over h bar square في e minus v of x بساي equal 0. وإذا كان هنا في حالة إنه ثابت أو صفر فخلينا نحط هذه القيمة هنا ونحط v نوت ونكمل من ناقص أبسلون إلى أبسلون، حيث أبسلون تؤول إلى الزيرو يعني حول هذه المنطقة فقط، لا بساي دبل برايم دي اكس. هذه يساوي تكامل في عندنا 2m over h bar سكوير. لما نقول هذه الجهة الثانية بطلع معانا نعكس في نوت ماينس اي دي اكس، في عندنا بساي دي اكس من ناقص أبسلون إلى أبسلون، لكن هذا كونه ثابت وأقدر أطلعه لبرا، وبساي كونه اقتران متصل، أنا بعرف إنه متصل، فقيمة الاقتران عند زائد أبسلون نفسه عند ناقص أبسلون، إذا هذه يساوي زيرو. تكامل هذه عبارة عن بساي برايم عند أبسلون ناقص بساي برايم عند ماينس أبسلون يساوي زيرو. يعني أيضا عندنا المشتقة عند الزيرو في المنطقتين متساوية. هاي هي شروط الحدية. ولكن أول معادلة لما نحط هنا عند الزيرو بساي اي عند الزيرو نستخدم معادلة رقم واحد. المعادلة رقم واحد يطلع عندنا واحد زائد R يساوي T، وبالمنطقة الثانية هاي كيس 1، كيس 2 يطلع عندنا خليها كيس وخليها لبعدين. هذه شوف شو عندنا، بيطلع عندنا واحد زائد ار يساوي تي. طيب احنا بينا انه الساي دائما احنا بنكتبها على انها مثل مجموع سي ان فاي ان، وبتبين انه السي ان سكوير هي احتمالية انه يكون موجود بالفاي ان. فهنا البساي هي عبارة عن linear combination من e قوة i kx ومن r e قوة minus i kx، هاي اللي بترتد قاعدة. فهنا كأنه ال r سكوير هنا تعبر عن احتمالية ان يكون موجود بال e to minus i kx، وال t سكوير احتمالية انه ينفذ. فبطلع عندنا انه واحد زائد أو احتمالية أنه ينفذ أو أنه يرتد، احتمالية أنه يرتد R زائد احتمالية أنه ينفذ يساوي واحد، واللي هي عبارة عن R سكوير زائد T سكوير يساوي واحد. إذا بنحسب قديش مقدار R من هنا، طبعا في عندك كمان المشتقة لازم تكون هذه معادلة حصلنا عليها من رقم واحد، خلينا نسميها واحد برايم، من اثنين اثنين اللي هي نشتق ونساوي بعضها عند الزيرو بيطلع عندنا اي كي. لما اضرب في اي قوة اي كي اكس وعوض اكس يساوي زيرو بيطلع عندنا اي كي ناقص اي كي ار يساوي ناقص كي برايم مضروبة في تي اللي هي جاي من اثنين نسميها اثنين برايم. طبعا هون صار في عندنا معادلتين واحد برايم واثنين برايم بدلالة ار والتي، فنقدر نحسب ار منها. حسابها سهل، ار بطلع عندنا اي طلع واحد ناقص اي ك
كي برايم على كي على واحد زائد اي كي برايم على كي، والار سكوير اللي هي بتعبر عن الاحتمالية انه يرتد، راح يطلع عندنا عبارة عن واحد، فكأنه احتمالية انه ينفذ يساوي الصفر. اذا هذا البوتنشال قوي صعب انه اختراقه، وانما هناك بيكون الجسم بيصطدم بي وبرجع بدون ما يكون في عندنا اي نوع من الارتداد. الحالة الثانية ان ناخذ اي اكبر من في نوت، هذه في نوت وهذه عندنا اي. طبعا هذا الجسم اللي هون راح يتأثر بوجود البوتنشال، فالجزء منه رايح يمشي للأمام وجزء منه راح يرتد، وبنفس الطريقة هاي الحالة الثانية اللي هي عندنا E أكبر من V نوت، فعندنا الحل فور لـ X أقل من الصفر ما تغيرش عندنا، لأنه المعادلة عندنا البوتنشال يساوي الصفر، فعندنا ساي في المنطقة الأولى، هاي المنطقة الأولى، هاي المنطقة الثانية. صاي في المنطقة الأولى عبارة عن إي قوة آي كي إكس زائد ثابت في إي تو ماينس آي كي إكس، ولكن في عندنا في حالة إكس أكبر من الصفر عندنا الطاقة أكبر من الصفر، فصارت عندنا المعادلة صاي دبل برايم زائد كي برايم سكوير صاي يساوي زيرو، والكي برايم مثل ما عرفناها اللي هي عبارة عن جذر 2m، لكن هناك كانت v minus e، هنا e minus e لأنها موجبة هذه على h bar square، فحلها هذه اللي هي بصاي انها تمشي جزء منها يمشي، فبنقدر نقول بصاي في المنطقة الثانية هو عبارة عن t في e قوة i كي برايم في اكس. طبعا بنفس الطريقة بدنا نحط انه الاقتران متساوي عند اكس يساوي صفر كونتينيوس، فبده يطلع معانا واحد زائد ار يساوي تي، هاي المعادلة رقم واحد، والمعادلة الثانية انه المشتقة برضو كونتينيوس، فبده يطلع معانا اي كي ماينس اي كي في ار يساوي اي كي برايم في تي، هاي معادلة رقم اثنين. نقدر نوجد ار و تي، يطلع عندنا ار يساوي كي برايم ماينس كي على كي برايم زائد كي، فبالتالي احتمالية انها ترتد الموجة اللي هي ار سكوير، ار اللي هي عبارة عن ار سكوير، نربع هاي الكمية، واحتمالية انها تنفذ اللي هي عبارة عن واحد ناقص R اللي هي راح تطلع معانا عبارة عن أربعة كي كي برايم على كي زائد كي برايم الكل سكوير. أي أمور بسيطة بتقدروا تتأكدوا منها. المثال الثاني وهو مثال مهم جدا، وبتقدروا أنتوا تعرفوا أمثلة مثل ما بدكم يعني. نأخذ هذا المثال، هذه عندنا ناقص في نوت تنشل إلى عمق، ولكن محصور ما بين ماينس A إلى A، هي إحداثيات X وهي إحداثيات V، فإحنا هنا V نقدر نعرفها V تساوي، في عندنا منطقة فيها V تساوي الصفر عندما كانت X أقل من ناقص A و X أكبر من A، والقيمة اللي هي ماينس V نوت لما تكون X محصورة ما بيناتن مثل ما هو موضح في الشكل. ففي عندنا مناطق، خلينا نسمي هاي منطقة رقم واحد، هاي منطقة رقم اثنين، وهذه منطقة رقم ثلاثة، وخلينا نأخذ فقط الجسم اللي بيكون موجود هنا هيك إله، يعني هاي الإي
ففي عندنا في المنطقة 1 و3 في عندنا نقدر نكتب بساي دبل برايم، هاي اكتبه معادلة شرودنجر، تأكدوا منها، ماينس كي برايم بساي يساوي 0، هاي في المنطقة 1 والمنطقة 3، وفي المنطقة 2 راح يطلع معانا بساي دبل برايم زائد كي سكوير بساي يساوي 0 في المنطقة الثانية. ففي المنطقة الثانية الحل هنا، كل واحدة الحل منها بسيط، هنا الحل في هذه المنطقة بيكون عندنا بساي يساوي ثابت في اي قوة كي برايم اكس زائد ثابت في اي قوة ماينس كي برايم اكس، وفي المنطقة الثانية بده يطلع معنا بساي يساوي ثابت في ساين كي اكس زائد ثابت في كوساين كي اكس. بظل في عندنا ان نشوف الاقتران في كل في هذه المنطقة حول ماينس اي اباوت، طبعا سواء كان حول اي او ماينس اي اباوت ماينس اي اور اي حول ماينس اي، في عندنا الويف فانكشن بساي 3 وبساي 2، فبده يكون عندنا بساي 3 عند الماينس اي يساوي بساي 2 عند الماينس اي، وكذلك المشتقة بساي مشتقة عند الماينس اي في المنطقة الثالثة يساوي مشتقة الاقتران في المنطقة الثانية عند الماينس اي، وفي المنطقة A حول A في عندنا المنطقة الأولى والثانية، إذا في عندنا بساي عند الـ A يساوي بساي المنطقة الثانية عند الـ A، وكذلك المشتقة في المنطقة الأولى عند الـ A يساوي المشتقة المنطقة الثانية عند الـ A. أظن بطلع معادلات بسيطة، يعني احنا كل مرة بدي أحط مثلا في هذه المنطقة ما بين بساي 1 وبساي 3 بنحطها نعوض عند الناقص A والمشتقة عند الناقص A ونشوف. فمثلا من أحد الأشياء البسيطة اللي هي مثلا بطلع معنا راح يطلع معنا 4 معادلات، هذول 4 معادلات نقدر نكتبهم كالتالي، خطوة واحدة بدي أفشك عن خطوة واحدة، 2A ساين كي اي يساوي سي ماينس دي في اي تو ماينس كي برايم اي، وبرضه بيطلع معانا 2B لكن كوساين كي اي يساوي سي زائد دي في اي تو ماينس كي برايم اي، وفي المناطق الثانية بدي يطلع معانا 2A لما نشتق هالسيات تطلع عندنا 2A K كوساين K A يساوي ناقص C ناقص D K برايم كوساين E قوة ماينس K برايم A، وبطلع ايضا معانا 2B في K في ساين K A يساوي C زائد D K برايم في E to minus K برايم A. المعادلة الأولى من هذا الشرط اللي هو شرط الاقتران يكون متصل حول الماينس A، المعادلة الثانية شرط الاتصال حول I و double I.
المعادلة الثانية بتيجي من شرط إنه المشتقة متصلة عند الماينس A، و المعادلة الأخيرة وشرط الاتصال المشتقة تكون متصلة عند الـ A. طبعا في عندنا حالات السياق، سأفرض إنه كان في عندنا A تساوي 0، F A تساوي 0. إذا كان A تساوي 0 من المعادلة الأولى معناها C بتساوي D، ما استفدناش من هالشيء، صار الصفر يساوي الصفر، فبالتالي بقدر احنا نقسم المعادلة هاي، خلينا نسميها معادلة 1 2 3، وهذه معادلة 4. فإذا بقسم معادلة 4 على معادلة رقم 2 بده يطلع معانا انه K تان K يساوي K برايم. والحالة الثانية F B تساوي 0، معناها في عندنا C بساوي ماينس D، فإذا معناها بقسم 3 على 1 فبدو يطلع معانا K كوتان A كوتان K يساوي ماينس K برايم. خلنا نروح له الواحد واحدة نشوف كيس 1. كيس 1 إذا عرفنا الزيتا، هاي راح نعرفها بالكيس الأولى والثاني. خلينا نعرف الزيتا عبارة عن K في A، ونعرف إيتا عبارة عن K برايم مضروبة في A. فالحالة الأولى اللي هي K تان K يساوي K، كأني قاعد بقول إنه في عندنا الزيتا تان زيتا يساوي إيتا. هاي لاحظوا عندنا K تان K يساوي K برايم، فكأني بدل ما في عندنا وين في عندنا K أو K برايم حطناها K في A. وإذا بربح هذه المعادلة بطلع عندنا زيتا سكوير زائد إيتا سكوير عبارة عن، نسميها جاما سكوير، ونجمعهن هي عبارة عن K تربيع A تربيع زائد K برايم سكوير A سكوير. وإذا بعوض بدل K و K برايم بتطلع عندنا 2M V نوت مضروبة في A على H بار سكوير. كانها دائرة لها نصف قطر معين اللي هو سميناه جاما. فإذا برسم على محور السينات زيتا وعلى محور الصادات ايتا، ففي عندنا تان زيتا، تان زيتا هذا بهذا الشكل لانه ايتا زيتا تان زيتا، فبتطلع معانا طبعا هنا في بالسالب بس هذا غير مهم، طلع معانا تاع التان، كلياتكم بعرفوا كيف التان بيجي. والمعادلة الثانية مثل x y، x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع، يعني هي عبارة عن دوائر. بهذا الشكل. فمنلاحظ انه في مناطق مثل هاي المنطقة هنا، لو شوف اذا بنقدر نغير اللون، مثل هاي المنطقة هنا لا يوجد الا حل وحيد. بس شو ما كانت في عندنا هذا الحل موجود، يعني حتى لو كانت كي مقدار صغير ففي عندنا حل. الحالة الثانية كيس 2 ناخذ انه في عندنا اللي هي كان كان كي كوتان كي، معناها هون بيطلع معانا الزيتا كوتان زيتا يساوي ماينس ايتا، وزيتا السكوير هاي مش راح تتغير زائد ايتا السكوير اللي هي بتساوي جاما السكوير. لكن اذا بنجي نرسم زيتا على محور السينات وايتا على محور الصادات، فعندنا هذه رسمتها زيتا في كوتان طبعا قريب من الساين لكن منحرف بمقدار باي اوفر 2. واذا برسم المعادلة الثانية عبارة عن دوائر، فهنا في عندنا دائرة هنا دائرة، ونكبر الدائرة شوية. ففي المنطقة
إذا كانت كي مقدار صغير يعني هاي المنطقة لا يوجد حلول. متى في عندنا حل؟ حل لما يكون هذول متساويات، يعني عند نقاط التقاطع هي الحل. فعندنا مثلا هنا هذه حل للمعادلة، هذه حل للمعادلة، هذه حل للمعادلة، حل للمعادلة. ففي عندنا بعتمد الحلول حسب قديش قيمة كيف. ففي الحالة الأولى إذا كان كيف مقدار صغير في عندنا حل واحد فقط اللي هي نقاط التقاطع، وطبعا صعب أنك تيجي تحل مثل هاي المعادلة أنك تلاقي نقاط التقاطع، بدك تستخدم نيوميريكال أناليسيس. لكن في الحالة الثانية، في الحالة الثانية لا يوجد حلول إلا لقيم كيف كبيرة، فبالتالي عن قيم كيف صغيرة لا يوجد حلول. لكن بغض النظر الحالة الأولى دائما في حل سواء كان صغير أو غير صغير. فإحنا هنا في هذه المنطقة بدنا نساويهن في بعضهن. لما نساويهن بعضهن بدي أساوي هذا، بدي أساوي زيتا كوساين زيتا بالصفر، فبدي يطلع معانا زيتا كوتان زيتا. فيش شيء اللي أساويه فيه غير الصفر، وهاي معناها أنه زيتا تساوي باي أوبر تو. هنا فيش عندنا ايتم، احنا هنا بدي اشوف قيمة الزيتا. فهنا الزيتا هذه يعني هذه القيمة تقع عند باي اوبر 2، قبليها ما فيش اي شيء. فبالتالي جاما اذا بناخذ اي واحدة من هنا جاما ان يكون في عندنا قيمة ايتا، يعني مثل هاي النقطة قيمة ايتا اللي هي عبارة عن الصفر. فعند هاي النقطة اللي هي اول ما بده يكون في عندنا، بدي يكون في عندنا تقاطع، تقاطع مع هذه النقطة، ويكون جاما هي عبارة عن باي أوفر 2 اللي هي معناها أنه في عندنا في في إيه سكوير يساوي باي سكوير شبار سكوير على 8. خلينا نأخذ كمان مثال أخير، وهذا المثال إلو نكهة مختلفة نتحدث به عن ما يسمى دراك دلتا فانكشن. يعني من الأمثلة وانت بتقدر تحط مثال لحالك. فخلينا نأخذ مثال بهذا الشكل، هاي V of X وهذه X، ونأخذ المثال بهذا الشكل. طبعا معنى دراك دلتا فانكشن هو عبارة عن شارب، يعني هي حقيقة عبارة عن خط، هذا هو دراك دلتا فانكشن. بس احنا هنا مشان نحاول نوضحه، وخلينا نفرض انه له عمق اللي هو V نوت، فبدنا نكتب Vx، وكونه على محور الصادات السالب اذا ناقص عمق معين V نوت في دلتا Fx. طبعا معادلة شرودنجر اللي هي ساي دبل برايم على اساس انها مشتقة الثانية لبساي بالنسبة لإكس زائد 2M اوفر اش بار سكوير في اي ماينس في اوف اكس على بساي يساوي الصفر. فخلينا نفرض لت بدنا ناخذ اي اقل من الصفر، يعني نجسم هيك جاي، يعني ناخذ الحالة اي اقل من الصفر، وانت لحالك بالبيت حاول تعمل اي اكبر من الصفر. فخلينا نفرض انه كي منذ البداية، طبعا كونها اي سالبة احنا الفي هاي الفي الصفر، يعني في هذه المنطقة فقط الفي لا يوجد الا عند الصفر، يعني عند اكس اقل من الصفر قيمة البوتنشال زيرو، وعند اكس اكبر من الصفر قيمة البوتنشال زيرو. فخلينا نفرض انه كي يساوي جذر 2m absolute value of e، لانه ال e نيجاتيف على h bar سكوير، لانه هذا المقدار ال v الصفر، ونفرض انه هذا المقدار كله k سكوير، ونفرض مع ال v نسميه u نوت اللي هو 2m over h bar سكوير في v نوت، لانه احنا هنا في عندنا ال v of x عبارة عن minus v نوت في دلتا. فبتصير المعادلة psi double prime ناقص k سكوير بساي، لأنه الـ e نيجاتيف لذلك هي عبارة عن نيجاتيف حقيقة، k سكوير بساي زائد u نوت دلتا of x على بساي
يساوي الصفر. طبعا احنا بجميع الحالات عندنا بساي لازم تكون كونتينيوس، يعني هذا الجزء هنا اذا بسم راح جزء منها يمشي وراح جزء يرتد. بجميع الحالات عندنا بساي كونتينيوس، يعني اذا قسمنا هاي المنطقة واحد هاي المنطقة اثنين، بساي في المنطقة واحد حوالي الزيرو، خلينا نقول انها صفر من جهة اليسار، يساوي بساي المنطقة اثنين وعند الصفر لكن من جهة اليمين، يعني نعوض عند الصفر هذا المقصود. لكن إذا بنيجي نوجد المشتقة الثانية، هل المشتقة الثانية كونتينيوس ولا مش كونتينيوس؟ لاحظوا أنه بيعتمد على هذا الجزء، فلو نكامله نكامل بده يكون في عندنا التكامل من ماينس أبسلون، نحط أبسلون تؤول إلى الزيرو بالأخير، من ماينس أبسلون إلى أبسلون لبساي دبل برايم دي إكس ناقص من ناقص أبسلون، تكامل من ناقص أبسلون لأبسلون لكي السكوير، وكي هذا الثابت في بساي دي إكس زائد يونت نقدر نطلعها لبرا، تكامل دلتا أوف إكس بساي دي إكس من ماينس أبسلون إلى أبسلون. وكون هنا في الصاي هو كونتينيوس، فلو انه شو ما نكامله ونعوض من الصفر للصفر هذا بروح للصفر، بظل عندنا هذه مشتقة او تكامل المشتقة الثانية هي المشتقة الاولى بساي برايم عند ابسلون ناقص بساي برايم عند ناقص ابسلون، اللي هي يعني هذه اللي هي الصفر من جهة اليمين وهذه الصفر من جهة اليسار، بكون عندنا يساوي، تعرفوا انه اي واحد من خواص او الخاصيه الثالثه لادراك دلتا فانكشن، اي اقتران بضرب دلتا فانكشن لما اجي اشتقه اكامله بكون هو قيمه الاقتران عند هذيك النقطه اللي بده يكون ناقص يو نوت، هذا ثابت، لكن تكامل دلتا في بساي اللي هي بساي عند الابسلون اللي هي عند الزيرو. فالمفروض انه بعد ما نشتق بين اليمين واليسار ما بنحطش المشتقة كونتينيوس، ولكن فرق في المشتقة هي عبارة عن يونوت في قيمة الاقتران عند الصفر. طبعا خلينا هالسيات نقول انه في حالة x لا يساوي الصفر، هاي الحالة الاساسية، ففي عندنا بساي واضح هذه معناها دلتا يساوي زيرو، دلتا x يساوي زيرو. إذا برجع لهاي المعادلة، هاي المعادلة حلها بصير بساي هي عبارة عن e to minus kx. طبعا ليش؟ هاي في حالة x هي بشكل عام، خلينا نقول a في e to minus x زائد b في e to kx. لكن إذا أخذنا مثلا x أقل من الصفر، إذا كان x أقل من الصفر الاقتران لازم يكون معرف أو يؤول إلى الزيرو عندما x تؤول إلى اللانهاية، لكن ناقص اللانهاية لأنها x أقل من الصفر، لكن عند ناقص اللانهاية هذا بيروح للمالانهاية، فأنا مجبر إنه a تكون تساوي الصفر، معناها بساي يساوي b في e قوة kx. بنفس الشيء إذا كان x أكبر من الصفر، يعني عند x للمالانهاية، عوض هنا x عند المالانهاية يصير e قوة k في مالانهاية، هذه تؤول للمالانهاية، فأنا مجبر إنه b تكون بتساوي الصفر، معناها بصير في عندنا بساي هي عبارة عن a في e to minus kx. هسا احنا عندنا قيمة الاقتران متساوية عند الصفر، معناها هاي عندنا a تساوي b، هذه من هاي القاعدة، القاعدة الثانية. من القاعدة الثانية بدي اشتق هنا لما بدي يكون في عندنا minus k في a، هذا الاقتران اشتقه وعوض عند الصفر ناقص، لما هذا الاقتران اشتقه وحطه عند الصفر ناقص k في b يساوي ناقص u نوت في قيمة الاقتران عند الزيرو، قيمة الاقتران عند الزيرو اللي هي a او b تفرقش معنا لانه a تساوي b، فبطلع معنا انه ال k من اخر معادله لانه a تروح مع ال b لانها b نفسها a مع ال a، فبطلع عندنا k اللي هي عباره عن u نوت على 2. واذا بنرجع نعوض هنا بالمعادله
هنا بهذه المعادلة لقيت الكي تساوي 2M في الابسولوت فاليو لإي، وإحنا إي نيجاتيف على إجبار السكوير، بطلع عندنا ماينس إي هي عبارة عن إجبار السكوير كي السكوير أوفر 2M. وتذكر إنه الإي سالبة، يعني هذا كله مقدار موجب، هذا بده يطلع معانا تساوي، وبدل اليو لها علاقة بفي نوت اللي هي 2M في نوت أوفر إجبار السكوير، بطلع عندنا M في في نوت السكوير على 2 اتش بار سكوير. طبعا انت بالبيت تقدر تعمل مثل ما بدك، يعني واحد من الامثله اللي تقدر تاخذها بالبيت، خذ هذا المثال دراك دلتا فانكشن بس الى اعلى، يعني انت هنا بدك تحط في اوف اكس يساوي في نوت دلتا اوف اكس، تقدر تحرفه على اليمين او على اليسار، يعني تقدر تاخذ نفسه هذا الاقتران هنا لكن تاخذه بهذا الشكل اذا بدك، او تنزله لتحت تقدر تقول هنا عندك في اوف اكس تساوي ناقص في نوت دلتا حول نقطة معينة، نفرض ان هاي النقطة A تصير اكس ماينس A، تقدر تاخذ البارير اللي اخذناه قبل شوية بدل ما يكون الى اسفل ناخذه الى اعلى، ناخذ هنا جسم يكون له هذه في نوت مثلا، هذه ماينس A وهذه A، تقدر بناخذ يكون له E أقل من في نوت أو يكون E أكبر من في نوت، يعني يكون في هذه المنطقة. طبعا نرجع قبل شوية حكينا بالمثال، قلت لكم هذا مثال مهم جدا، كان عندنا هذه في نوت، وكيف أنا بدي يكون في جسم له طاقة أقل من طاقة وضع معينة وقدر يخترقه، هذا شيء مستحيل كلاسيكيا مستحيل، لكن بالكوانتم ميكانكس مش مستحيل. ليش؟ بالكلاسيكال ميكانكس احنا نتعامل مع الجسم كما لو كان جسم، فأنت إذا كان عندك طاقة اللي بتتحرك فيها واللي هي طاقة الحركة، إذا كانت هذه طاقة الحركة أقل من الطاقة المخزونة، مثلا أنت داخل غرفة وبدك تطلع من الحيط، إذا كانت طاقة الحركة لإلك أقل من طاقة الوضع للحيط اللي هي الطاقة اللي مختزنة في الحيط، هذه لا يمكن أنك تقدر تخترقها. لكن في الكوانتم ميكانكس ممكن يكون في عندك طاقة أقل من الفينوت، مثل هذا المثال هنا أقل من فينوت، ولكن جزء منه قاعد بفوت لجوه، ليش؟ لأنه إحنا نتعامل معاه كما لو كان موجة. فتخيل مثلا هذا المثال هنا، عندك هذا الجسم له أقل من فينوت لكن جزء منه قاعد بمشي فيه قدر يخترقه وجزء رجع، ولما وصل هنا أيضا جزء منه طلع من الجهة الثانية وجزء منه ارتد. فالجسم حتى لو كان له طاقة أقل من طاقة حركة أقل من طاقة الوضع للنظام، إلا أنه قدر يظهر من الجهة الثانية. هذه لها تطبيق مهم جدا، هذا الشكل هذا البوتنشل بتتعاملوا معاه بالمستقبل لما تأخذوا نووية، راح يكون تقريبا البوتنشل بهذا الشكل قريب من هذا البوتنشل الموجود، عندنا فيه شوية انحناء بس، يعني كما لو كان هذا هنا عندنا مثل الـ A وهاي مثل الـ minus A، لكن في عندنا شوية انحناء بسيط. وطاقة الرطب جوية النواة، يعني لو أخذنا مثلا اليورانيوم على سبيل المثال، اليورانيوم هذا البينو طاقة الربط له، اليورانيوم 235 و 38 و 34، لكن لو أخذنا مثلا طاقة الربط له في النواة كيف تكون كليات الموجودات داخل النواة، تقريبا هذه عبارة عن 40 ميجا إلكترون فولت. بنفس الوقت هذا النواة اليورانيوم قادرة على أنها أشعة تخرج أشعة بيتا، وأشعة بيتا لها طاقة إي لأشعة بيتا حوالي 5 مليون إلكترون فولت. فكيف لها طاقة بمقدار 5 مليون إلكترون فولت وطاقة الربط الموجودة لنواة اليورانيوم 40 ميجا إلكترون فولت ولكن قدرت تخترقها؟ هي ما اخترقتهاش كجسم، هي هنا بطل الجسم يتعامل كما لو كان جسم ولكن يتعامل كما لو كان موجة، وحنا نعرف بالموجة إنها الجزء من موجة برتد وجزء قاعد يمكن امتصاصه أو إنه بصير له absorption أو إنه ينفذ في المادة. كأنه هذا الجسم بالرغم من طاقته قدر يطلع للجهة الثانية، فكأنه مثل حفر خندق جوا هنا،
حفر اللي ده بناخده كجسم يعني، كأنه حفر وقدر يمشي ويطلع من الجهة الثانية، هذه الخاصية اللي هي بنسميها تانلينج، انه حفر خندق ومشي. وهي فهمنا لها انه هي الجسيم هو عبارة عن موجة وليس عبارة عن جسم. هيك بنكون خلصنا تشابتر 2، نراكم على خير في تشابتر 3.